بمقر وزارة التجارة والصناعة بمدينة نصر، قدم أعضاء مجموعة تطوير الموارد البشرية بالمكتب الفني لقطاع مكتب الوزير عرضا لبرنامج تنمية وبناء قدرات قيادات الصف الثاني، وهو البرنامج الذي تنظمه وزارة التنمية الإدارية، ويهدف إلى تكوين جهاز إداري كفء وفعال قادر على مواكبة التغيير. وقد تناول البرنامج التدريبي عدد كبير من الموضوعات الهامة في مجال علوم الإدارة، والتي تعتبر من أهم المقومات لرفع مهارات المديرين بالجهاز الإداري. تم خلال اللقاء تقييم البرنامج من وجهة نظر المتدربين وتحفيز الآخرين على الالتحاق بهذا البرنامج. حضر اللقاء السيد عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والسيد علي البري مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة بمكتب الوزير. أولاً كل سنة وحضراتكم طيبين، وأهلاً وسهلاً بيكم. في البداية أحب أرحب بالأستاذ علي البري مدير عام العلاقات العامة، وكل الزملاء اللي حضروا البرنامج والزملاء اللي ما حضروش، و شرفينا يعني إن إحنا نعمل النهاردة حاجة تقليد نتمنى إن هو يبقى سنة بعد كده في أي برنامج تدريبي أي حد منا يحضره، إن هو بعد كده يجي يعرفنا إيه اللي خده وإيه أوجه الاستفادة منه، إيه السلبيات بتاعة البرنامج، علشان حتى نفيد الناس اللي هم شغالين على الـ HR إن هم يساعدونا في اختيار دقيق للبرامج، وفي نفس الوقت يبقى الزميل اللي رايح يبقى متوقع إن هو مش رايح مجرد أجازة بيبعد فيها عن الشغل بيريح فيها نفسه، لا يبقى رايح ومركز كويس جدا ان هو تم اختياره بدقه، وبالتالي هو هيستفيد وهيرجع يفيد. هي ديت ده الهدف من اللقاء النهارده، ان احنا عايزين نعمل نهج جديد وتقليد جديد، ان احنا نحاول نستفيد اقصى استفاده ممكنه من اي حاجه احنا بنمر بيها او بناخدها كتجربه تدريبيه سفر للخارج. وقبل ما نتكلم عن اي حاجه برضه احب اوجه الشكر لمجموعه التنميه البشريه استاذه وفاء اسحاق والاستاذ عبد الرحمن على المجهود اللي عملوه خلال الفتره اللي فاتت، اللي ضمنها التحضير والمتابعه مع استاذه داليا منير.